اول حاجه هنبتدي نتكلم عليها الغده الدرقيه. نعرف يعني ايه الاول غده درقيه؟ الغده الدرقيه موجوده هنا في الرقبه، هي حاجه اسمها غدد صماء. غدد صماء يعني بتفرز الهرمونات والحاجات بتاعتها، سواء كانت افرازات او هرمونات، بدون انابيب او بدون حاجه تانية ضد الدم. الهرمونات بتاعتها بتطلع في الدم على طول. الغده دي موجوده على القصبه الهوائيه تحت الحنجره، علشان كده لما بتتضخم ممكن بيحصل بحة في الصوت. الغدة دي شكلها عامل زي الفراشة، فردة جناحتها لها فصين، واحد يمين وواحد شمال، وفي النص كوبري بيربط بين الفصين دول. الغدة دي وظيفتها إفراز هرمون اسمه الثيروكسين. الثيروكسين بيتحكم فيه المخ عن طريق الغدة النخامية، بمعنى لو الثيروكسين ده قل في الدم، المخ بيدي إشارات للغدة النخامية اللي موجودة في المخ إنها تدي إشارات للغدة الدرقية تقول لها لو سمحتي افرزي لي هرمون أكتر. لو الثيروكسين ده زايد في الدم نفس الموضوع، المخ بيدي إشارات للغدة النخامية عن طريق أكس أو عن طريق حبل معين بتقول للغدة الدرقية لو سمحتي قللي الإفراز بتاع الثيروكسين. طب الثيروكسين ده، الهرمون ده، بيعمل إيه؟ هو مسؤول عن بناء البروتين في جميع الأنسجة بتاعة الجسم، كمان بيزود استهلاك الأكسجين في الأنسجة اللي محتاجة أكسجين، اللي هي الكبد، الكلى، القلب، العضلات. استهلاك الأكسجين ده هيحصل لما هودي دم كتير، لأن الثيروكسين ما عندوش خزان بيودي فيه أكسجين للأعضاء. الحكاية إن كل كرة من كرات الدم الحمراء على رأسها حاجة زي التاج فيها أكسجينة، فكل ما بنزود البرفيوشن او كل ما بنزود مد الاجهزه بالدم، كل ما بنزود الاكسجينيشن. بالبلدي او ببساطه شديده خالص، هرمون الثيروكسين ده عامل زي المصنع. كل ما بيحصل زياده في الانتاج كل ما بيحصل حرق، كل ما بيحصل نقص في الانتاج كل ما بيقل معدل الحرق، الحرق اللي هو الاكسجين. وهنفهم دلوقتي احنا بنقول كده ليه. عندي مرضين مرتبطين بالغده الدرقيه، يا إما زيادة إفراز الغدة الدرقية يا إما نقص إفراز الغدة الدرقية. هنتكلم الأول عن زيادة إفراز الغدة الدرقية. إحنا قلنا الغدة الدرقية بتفرز لنا هرمون الثيروكسين. لما بيحصل لخبطة في الأكس اللي حاصل ده، ويبتدي يزيد هرمون الثيروكسين في الدم اللي هو بتاع الحرق الزيادة. كلمة حرق زيادة يعني مثلا الأعراض اللي هتحصل إيه؟ الإنسان ده الحرق بتاعه هيبقى كتير، البيزل ميتابوليك ريت بتاعه هيبقى كتير، يعني هياكل كتير ومش هيبان عليه، بالعكس ده هيخس. كل الحاجات بتاعه الجسم هيحصل لها تسارع، ضربات القلب هتزيد وهتتسارع، العصبيه، الحالات العصبيه والانفعالات والاريتابيليتي واللخبطه هتزيد. العين هيحصل فيها جحوظ في العين. الحركه بتاعه الامعاء بتزيد، حركه الامعاء، حركه الاخراج بتزيد، البول، البراز ممكن يوصل لمراحل من الاسهال، ممكن بيحصل له تريمور ورعشه في ايديه، لو حتى حاول يمد ايديه كده هيحصل له تريمورز. طب على مستوى الامراض الجلديه انا هشوف ايه في مريض زياده الغده الدرقيه؟ الاول نعرف ايه اسباب زياده الغده الدرقيه. عندي سببين لزياده هرمون الغده الدرقيه، يا اما وجود اورام او تكيسات في الغده نفسها، يا إما حاجة مناعية. الأورام أو التكيسات بترتبط ارتباط كبير جدا بنقص اليود في الجسم، يعني الناس اللي قاعدة في أماكن صحراوية بيزيد عندها الموضوع ده أكتر من الناس اللي قاعدة في أماكن ساحلية، الناس اللي ما بتاكلش أسماك كتير. طب إيه علاج الموضوع ده؟ علاج الموضوع ده إن أنا بشيل الورم أو بشيل التكيس أو أدي أيودين مشع أو جلسات إشعاع علشان أشيل الورم ده. الحالة التانية بتاعت زيادة هرمون الغدة الدرقية اللي هو لما يكون عندي مرض مناعي. المرض المناعي ببساطة شديدة جدا، جهاز المناعة بتاعي بيحاربني ضد البكتيريا، ضد الجراثيم، ضد الطفيليات، الفطريات، بيكون ضدها أجسام مضادة ويبتدي يضربها عشان يموتها. أحيانا بيحصل خلل في جهاز المناعة، لخبطة، يبتدي جهاز المناعة يفهم جزء من الجسم غلط، يطلع ضده أجسام مضادة فيبتدي يأذيه. في الحالة بتاعتنا دي جهاز المناعة فهم الأنسجة بتاعت الغدة الدرقية غلط، فابتدى يطلع ضدها أجسام مضادة، فابتدى يضربها، فابتدى الهرمون يزيد. طب إيه أسباب زيادة جهاز المناعة أو لخبطته؟ السبب الرئيسي غير معروف،
لكن هي كلها عبارة عن نظريات. ناس قالت فيروس، دور برد جاله، حصل له لخبطة فهيج جهاز المناعة، حالة نفسية، ضغط عصبي، ستريس، حمل، بتحصل كتير جدا بعد الحمل، بنشوفها البنت تبقى زي الفل وبعد الولادة بنلاقيها جالها جريفز ديزيز أو زيادة نسبة هرمون الثيروكسين في الدم. نتكلم بقى على مستوى الأمراض الجلدية، أنا هشوف إيه في المريض بتاع زيادة نسبة هرمون الثيروكسين. إحنا قلنا إن هو بيزود الحرق، عشان يزود الحرق يبقى لازم يزود الدم اللي واصل للأنسجة. أنا في مستوى الجلد هيزيد الدم اللي واصل للأنسجة بتاعة الجلد. معانا في